وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم. إلى نعتقد أنهم أفضل الأمة، لا بد من هذا الاعتقاد. نعم. وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والغل هو البغض والحقد، فلا يكون في صدرك أو في قلبك بغض لأحد من صحابة رسول الله أو غل أو حقد. نعم.